لنثبت أن الميت يستمع إلى من حوله بعد موته ويستمر لساعات هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا الموضوع. دعونا نتأمل. طبعا أظهرت دراسة حديثة، نحن نرى أمامنا الآن هذا الدكتور سام بارنيا، وهو أحد المتخصصين بأبحاث ما بعد الموت. لقد أظهرت دراسة كندية أجريت عام 2017، نشرت في مجلة Canadian Journal of Neurological Science، أن دماغ الإنسان يمكن أن يستمر بالعمل 10 دقائق إضافية بعد وفاة الجسد، بعدما كان الاعتقاد يقول بتوقف الأعضاء كاملة بعد مفارقة الحياة. ورصد مجموعة من الأطباء الكنديين نوعا من الموجات في أدمغة أشخاص فارقوا الحياة وتوقفت قلوبهم عن الخفقان. رصدوا هذه الموجات التي تستمر لدقائق بعد الموت. وفي عام 2008 قبل 10 سنوات من الآن، أعلن جراح الأعصاب الشهير ابن ألكسندر أنه عاش عمره وهو يستبعد احتمال وجود حياة بعد الموت وينكر أي حياة بعد الموت، لكنه عندما عاش تجربة حقيقية وهي تجربة قريبة من الموت، أغمي عليه لأيام ثم عاد للحياة، ألف كتابا اسم هذا الكتاب دليل على وجود الجنة، أكد فيه وجود حياة بعد الموت. الدراسة الجديدة أيها الأحبة قامت بها جامعة ستوني بروك للطب، وهذه الجامعة في نيويورك، والدراسة كما قلنا نشرت في نوفمبر 2018، حيث حاول الأطباء من خلالها اكتشاف ما يحصل للإنسان بعد الموت من خلال تصوير الموجات الدماغية التي تنطلق من دماغه بعد الموت. طبعا هذه الدراسة نشرها موقع لايف ساينس، وتقول بأن وعي الإنسان يستمر لفترة طويلة من الوقت بعد موته. وقالت الدراسة المخيفة حقيقة إن الشخص عندما يموت فإنه يدرك لحظة موته وما بعدها، لأن دماغه يستمر في العمل، مما يمكنه من إدراك ما يدور حوله. وأوضحت الدراسة أن وعي الإنسان يستمر بعد توقف القلب تماما، وأن الدماغ يبقى في حالة عمل، ويستطيع الإنسان أن يسمع من حوله، ولكنه يصبح حبيسا داخل جسده، لا يستطيع أن يعبر أو لا يستطيع أن يكون له أي رد فعل، على الرغم من أن دماغه يعمل والقلب متوقف وهو ميت عمليا. وهناك كثير من الناس الذين يعني مروا بتجربة الاقتراب من الموت كانوا على وعي كامل بما يحصل من حولهم. والدكتور سام بارنيا المشرف على هذه الدراسة يؤكد أن الكثير ممن يموتون يبقون في حالة حياة بعد الموت ربما لساعات طويلة، ويقول إن أشخاصا نجوا من السكتات القلبية تمكنوا لاحقا من توصيف ما حدث معهم بعد توقف قلبهم بشكل كامل عن العمل. وأضاف إن هؤلاء يتحدثون عن مشاهدة الأطباء والممرضين وهم يعملون، ويصفون وعيهم التام لكل المحادثات ورؤيتهم للأشياء من حولهم التي قد تكون غير مألوفة من قبل. ويشرح الدكتور بارنيا هذا الأمر بقوله: في اللحظة التي يتوقف فيها القلب عن النبض عمليا فإن الدماغ يبقى يعمل للحظات أو لساعات. وهذا ما يؤكده بحث جديد من جامعة ميشيغان، تؤكد أن الإنسان قبيل الموت بلحظات يرى أشياء مجهولة، وعندما قاموا بدراسة معمقة لهذا الموضوع وجدوا أن الدماغ يصدر إشارات من منطقة هي المنطقة البصرية في الدماغ،
كدليل على أنها تعمل. سبحان الله، يعني تسعى الدراسة التي قام بها الدكتور بارنيا إلى معرفة ما يجري داخل الدماغ بعد أن يتوقف قلب الشخص عن العمل، ويؤكد هذا الدكتور أن الإنسان يبقى يستمع إلى من حوله، ويقول بالحرف الواحد ما يثير الفزع في هذه الدراسة، أن الأشخاص الذين يفارقون الحياة يمكن أن يسمعوا الأطباء وهم يعلنون نبأ وفاتهم. يعني الشيء غريب بالفعل أن هذه الدراسة تصدر من أناس أصلا غير مسلمين، أنهم يعترفوا بوجود حياة بعد الموت، ويعترفوا بأن المخ البشري يستمر في العمل بعد الموت، وهو ما يعني أنك ستعلم بموتك يعني وأنت تموت. شيء غريب سبحان الله. كل الأبحاث السابقة التي طالما قال الملحدون إن الإنسان بمجرد أن مات انتهى كل شيء وتحول إلى تراب، لا، هذه الدراسة المنشورة في نوفمبر 2018 الدكتور بارنيا يؤكد بنسبة 100%، لأن الأجهزة تقيس الوعي في الدماغ، تقيس الموجات الكهروتيسية التي يطلقها الدماغ، يقول إن الميت يسمع بعد الموت. طيب أنا أريد فقط أن أتساءل الآن أيها الأحبة، هل يمكن لإنسان يعيش في القرن السابع الميلادي قبل 14 قرنا أن يعلم هذه المعلومة؟ حتى المشركين كانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني كانوا ينكرون أن الميت يسمع. هذه الثقافة كانت موجودة، وموجودة إلى عهد قريب، حتى 2018 عندما أعلن الدكتور بارنيا عكس ذلك وقال الموتى يسمعون. طيب أنا لدي حديث معروف في معركة بدر عندما قتل صناديد قريش ووقف النبي وخاطبهم وهم موتى، فجعل عليه الصلاة والسلام الحديث يعني في الصحيح يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، يعني أنت يا رسول الله تكلم أناس ميتين. انظر انظر أخي الحبيب، انظر أيها الملحد، يا من تنكر هذا القرآن وتنكر نبوة هذا النبي، ماذا قال له؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقسم الأمر عظيم الذي سيقوله الآن، والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم صلى الله عليه وسلم. طيب نبي كريم في القرن السابع الميلادي يقول إن هؤلاء الموتى يسمعون ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والعلم الحديث عام 2018 يقول إن الميت يسمع ويبقى هذا لساعات وربما لأيام، يعني الدراسة حديثة جدا، يعني قبل أيام نشرت، لا زالوا يبحثون في هذا الموضوع. طيب بالله عليكم، هل هذا النبي يصح أن نقول بحقه إنه نبي كاذب أو يفتري على الله أو كان يأتي بالأساطير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث موجود في الصحيح أيضا إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم. سبحان الله. طيب من أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع؟ وما الذي يدعو النبي في ذلك الوقت أن يصدم الناس بهذه الحقيقة؟ لأنهم يعني سيدنا عمر بن الخطاب
لماذا استغرب؟ لأن الثقافة السائدة في ذلك العصر أن الميت لا يسمع، فأكد لهم أن هذا الميت يسمع، وأنتم لستم بأسمع منهم، لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم الحديث يثبت أن الموتى يسمعون بعد موتهم. طيب أنا أريد أن أتساءل، ألا يعتبر هذا أو هذه الحقيقة الطبية إثباتا على أنه رسول الله، وأنه كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم؟